ده مجاني، دي حقيقه. خلي بال حضرتك. وفي نقطه بقى بالنسبه لكلام المسلمين، لان انا بقى لي سنه بقول لك خليهم، احنا عندنا مسرح اسمه مسرح تمشوان جاي برضه بالمنوفيه. المنوفيه دي قدر يعني المسرح ده محمل كله مجال، واحنا بنحط فيه المجال بتاعي برضه. نهايته فين؟ في مدينه كفر الزيات على النيل. وانا خدت المحافظ واقول له اتفضل يا معلم المحافظ، ميه مجاري بتصب النيل مباشره. بقى لي كام سنه؟ 30 سنه. ولا حياه للمنطقه. تصريف الشتاتيه في مصر التكوين اللي بيصب مجاري مباشر في النيل. تعمل له ايه؟ يعني تحوس وبعد منه 2 كيلو وحاطط 100 شرب. شكرا.